طيب الموضوع اللي في الشابتر قبل شويه سويتش ستيتمنت. سويتش ستيتمنت في السي بلس بلس هناك طريقتين لعمل السلكشن، فيش غيره. طريقه اولى باستخدام الاف باشكالها المختلفه، اف اف الس اف الس اف واف داخل اف، اربع اشكال للاف بنسميها الاف سلكشن خلص. والطريقة الثانية باستخدام السويتش. الطريقة الثانية باستخدام السويتش. السويتش هي بديل للاف الس. السويتش هي بديل للاف الس. بس ممكن واحد يسألني سؤال يقول ليش حطوها في البرمجة ما دام هي بديل للاف الس؟ هي لما تكون عندك الخيارات كثيرة، يعني ثلاث أربع خمس ست خياراتك تستخدمهم، استخدام السويتش أسرع. يعني اذا بدي اعمل بيرفورمانس مين افضل برنامج استخدم السويتش ولا الاف، وطبقت على برنامج الدوت نت وخليت البرنامج يعطيني التايم وكيف بتحرك جوا البرنامج اصلا، رح الاحظ انه استخدام السويتش لما يكون كثير خيارات عندي اسرع بتنفيذ البرنامج. بينما بقدر احل بالسويتش بقدر احل بالاف الس. فما هي السويتش؟ السويتش ذا سويتش statement is a multiple branch decision. هي اختيار المتعدد multiple branch decision، عدة فروع، عدة خيارات عندي. الخيارات اللي عندي كثيرة. Where one of several statements is executed depending on the value of an integer expression. إذا من عيد السويتش multiple branch decision، أختار شيء من عدة خيارات، خيارات عديدة جدا عندي. if else if if else if if else if. إذا الشكل هذا عندك السويتش موضعها المناسب هان في هذا الظرف. جملة من عدة جمل تنفذ بناء على شرط، بس شو على قيمة شرط؟ شو القيمة هاي؟ دائما انتجر. السويتش في السي بلس بلس فيها شوية قيود. برمج التالي إلكو والبرمجة المرئية راح نلاحظ كل القيود اللي موجودة هان كسرت. فصارت السويتش نقدر نستخدمها لكثير من الشغلات، بس شوف شو القيود اللي عليها؟ ناخذ الشكل العام لها. The general for of switch. الشكل العام للسويتش اخذ مساحه كافيه للشكل. سويتش انتجر سبريشن اور فريز كيس constant 1 statement 1 break is constant 2 statement 2 break case constant n statement n break default statement
next statement. Say oven or any question that conductor or oven. كيف بخلينا نعطي الملاحظات الكاملة عن جملة السويتش؟ الشكل العام للسويتش. الشكل العام للسويتش. أكبر نقاط. يعني نفس الشكل. الشكل العام للسويتش. هاي النكست يعني اختار على البرنامج. بس أكثر من السويتش. هاي النكست. يعني الجملة التالية في البرنامج. الجملة التالية في البرنامج. سويتش. نقطع عشان تفكر. انتجر اكسبريشن. كيس. كونستانت 1. نقطتين رأسيات. ستيتمنت 1. راسة منقوطة. بريك. راسة منقوطة. كيس. كونستانت 2. نقطتين رأسيات. ستيتمنت. راسة منقوطة. بريك. راسة منقوطة. واتسيتر إلى آخره. كيس كونستانت ان نقطتين رأسيات ستيتمنت فاصلة منقوطة بريك فاصلة منقوطة ديفولت نقطتين رأسيات ستيتمنت فاصلة منقوطة بريك فاصلة منقوطة سكرنا السويتش. واللي بعد نهاية نيكست يعني تكملة البرنامج. تكملة البرنامج هذا الشكل العام لأي سويتش statements أو switch structure. هذه أكيد ملاحظة يعني مستيقظون من الشكل constant يعني ثابت. ثابت تكمل خلاص ما يتسطر يعني إلى آخره ان من الكونستانت يعني حسب الحالات الجاهزه بريك فاصله منقوطه كونستانت نقطتين راسيات ستيتمنت فاصله منقوطه ديفولت هي كلمات محجوزة موجودة في الجدول في أول الكتاب. إذا أول ملاحظة كلمة سويتش كلمة كيز كلمة بريك كلمة ديفولت هي كلمات محجوزة يعني يجب أن تكتب حرف صغيرة يمنع استخدامها كأسماء متغيرات البرنامج لأنها كلمات محجوزة. سويتش كلمة محجوزة كيز كلمة محجوزة بريك كلمة محجوزة والديفولت كلمة محجوزة. ملاحظة رقم واحد. ملاحظة رقم اثنين. التعبير بداخل أقواس السويتش يجب أن يكون رقم صحيح ثابت. التعبير بداخل أقواس السويتش يجب أن يكون تعبير صحيح ثابت. يعني switch لو أقول لك int x equal 10
سويتش اكس ايش عندي مشكله؟ لانه اكس عباره عن ايش؟ ايش مشكله؟ هاي صح. كاركتر واي ايكوال اي مثلا سويتش للواي ايش عندي مشكله؟ لانه عباره عن ايش؟ كونستانت كاركتر ثابت. الاي هاي في كل حواسيب الدنيا قديش قيمتها؟ 97 لن تتغير، اذا هي ثابت. هي كونستانت كاركتر، هي ثابت لن تتغير. والعشرة هاي ثابت. والـ A هاي ثابت. كونستانت كاركتر. بينما السويتش مثلا هاي سترينج مثلا STR إيكوال أني مثلا. سويتش STR. هاي ايش؟ غلط. السويتش لا تستقبل سترينج. السويتش لا تستقبل سترينج. هذه غلط. ماشي، ما فيش عندي شيء اسمه سترينج ثابت. ايضا يقول لي سويتش اكس اقل او تساوي 3. تقول لي هي هذه يا استاذ اكس اقل او تساوي 3، يا ترو يا فولس. والترو والفولس شو روحهم؟ انا قلت لك السويتش بيستقبل بول؟ لا، اذا شو بقول له انا؟ انفاليد. غلط. وين الغلط؟ استخدامك للريليشن اوبريتر. فاكينها؟ ريليشن اوبريتر اللي نتيجتها يا ترو يا فولس. يعني يا صفر يا واحد. وشو السويتش تبعتك شو بتسوي؟ وين المالتيبل؟ يعني خلص خيارين عندك فيش غيرهم مهما حاولت على الفاضي، يا صفر يا واحد، اف ارس وخلصنا. اذا هذا استخدام غير صحيح للسويتش. اذا السويتش شو بتاخذ؟ يا اكس انتجر كونستانت يا كاركتر كونستانت. هذه قيود عليها في السي بلس بلس. ان شاء الله بستكبروا السنه الماضيه، السنه القادمه في الفيجوال بيسك تاخذ سترينج، تاخذ اي شيء، بتاخذ هيك كمان كل شيء. بصير اوبن لانه نفس الشركه مايكروسوفت. في الفيجوال بيسك خلتها اوبن، كل شيء مسموح فيها. بالسي بلس بلس مقيده، ممنوع فقط يا انتجر يا كاركتر كونستانت. المرحله الثانيه هي ثلاث. الاقواس للسويتش اجباريه. لاحظين هاي الاقواس زي الاف، شو مالها؟ اجباريه الاقواس، هذه جزء من تركيبه السويتش زي اقواس الاف. أربعة، الذي يأتي بعد كلمة كيس يجب أن يكون ثابت، يا انتجر كونستانت يا كاركتر كونستانت. الذي يأتي بعد كلمة كيس ثابت، يا انتجر كونستانت يا ايش؟ يا كاركتر كونستانت. يعني هيك مقبولة. كيس الخمسة فيش مشكلة عندي، صح. كيس السبعة، كيس الثمانية، كيس العشرة، وهيك برضه صح، فيش مشكلة عندي. كيس الـ A لما ايش او ايش كيس الـ N، لأنه هاي الـ A ثابت حرف الـ A، فيش غيره، هو معروف كلها عاطين قيمة حرف الـ A أو حرف الـ N. بس لو قلت لك كيس عبد فيش، كيس ترو فيش، فيش عندي شيء. كيس ثابت اللي بعد كلمة كيس ثابت، يا انتجر كونستانت يا كاركتر كونستانت فقط. هذه برضه قيد على ايش؟ على سويتش. مع نقطتين رئيسيات هي قد ايش لنا؟ أربعة خمسة. كلمة بريك، كلمة بريك قلت لكم شو معناها؟ معناها خروج مؤقت من البرنامج، خروج مؤقت من البرنامج وتسليم الكنترول للتحكم للسي بلس بلس بروجرام. إذا البريك خروج مؤقت، وتسليم التحكم في البرنامج لمين؟ تسليم التحكم في الكود أو في الكومبايلر للبرنامج، للإنفايرمنت تبعت السي بلس بلس. زيها زي الريتيرن زيرو. خروج مؤقت، خروج مؤقت وتسليم التحكم الكنترول للسي بلس بلس بروجرام. وأنا خلصت الكود اللي أنا فيه، أنا جوا السويتش. بريك خلص من السويتش، ارجع البرنامج تبعك على السي بلس بلس. خلصت كمان مره من السويتش، كيف الريتيرن زيرو؟ انا خلصت من جوا المين، سلم التحكم للبرنامج عشان لما ناخذ الاكزت خروج نهائي من برنامج السي بلس بلس وتسليم التحكم لنظام التشغيل. بطلع من كل بيئه السي بلس بلس. اكزت خروج نهائي من برنامج السي بلس بلس وتسليم التحكم لنظام التشغيل على جهازك. بقول بصير مسؤول، بقول بس ريتيرن زيرو زي بريك
لو سمحت خلص اللي انت فيه وارجع البرنامج. بريك خلصت المنطقة هاي، اطلع من السويتش خلص. بريك اطلع من السويتش، خلصت. بريك اطلع من السويتش، هاي معناها. الحين وجودها في البرنامج هو اختياري، يعني مش اجباري. يعني لو مش حاط بريك راح تشتغل السويتش 100%. بس شو راح يصير؟ راح يمشي عليهم كلهم. اذا بجيب البريك بنفذ هاي بنفذ هاي بنفذ هاي بنفذ هاي وبكمل الى الاخر، وشو فايده السويتش اللي هي بدل اف اس؟ اصبح ليس لها ايش معنى، مش صح. اذا البريك اختياريه، لكن عدم وجودها البرنامج بيكمل. يعني اذا بتشيل هاي بنفذ هاي بضلوا ماشي بيكمل بلقى بريك بطلع. كم واحد بيشتغل؟ جنتين. اذا بتشيل هاي بنفذ هاي بكمل لها بلقى بريك وبطلع. اذا بتشيل هاي برضه بضلوا للاخر بيصل هاي بريك وبيطلع. طب شو معنى السويتش اللي عامل لي اف ال سي؟ انت بطل له معنى. اذا بتتوقع شو يصير عندك نتائج غير منطقيه. اذا البريك مش اجباريه، بس وجودها عشان تقول لي واشتغل خلص اخذت الكيس هاي خلص اف هاي الس خلص يا اف يا الس اي كيس منهم. ملاحظه الاخيره كلمه الديفولت برضو هي اختياريه، وهي الحاله التي تنفذ عندما الديفولت اختياري برضو حطيتش راح اشتغل برنامجك. بس متى بيصل للديفولت؟ متى بينفذ الديفولت؟ إذا لم ينفذ أي من الكيسز بروح على الديفولت. إذا لم ينفذ أي من الكيسز بروح على الديفولت. تعطي جملة هيك توضيحية. Your invalid, your input is invalid. مثلا error in your input. Unexpected input. Retry valid input. تعطي جملة صحيحة تعبر أن أنت دخلت شيء ما زبطش. عندما يعني لا يتطابق ولا كيس من الكيسز مع مع السويتش. فيش تطابق ولا كيس، بروح على الديفولت. لو ما حطيتش ولا كيس زبطت، شو بدي اعطيك البرنامج؟ ضلك واقف زي. شو يعني؟ فهي عباره عن حطوا لك اياها عشان يقول لك انه ولا شيء زبط، تعطيني رساله انه ولا شيء زبط معك. بس جمله توضيحيه انه ولا كيس زبطت، انه في مشكله عندك في الانبوت، انه مش هذا الانبوت المطلوب. قاعد ادخل انبوت صحيح. كيف بتشتغل الكيس اخر شيء؟ هاي بريك هاي بريك هاي بريك. بيجي من الاكسبريشن اللي هان وبقارن مع الكيس، زبط نفذ واطلع، ما زبطش الكيس الثانيه. الطابق اللي هان مع اللي هان تطابق تام، الطابق اللي هان مع الكونستنت تطابق، نفذ الستيتمنت وبريك اطلع، تطابق مع اللي هان نفذ الستيتمنت واطلع. وفي جميع الاحوال تنفذ كيس واحده اللي فيها بريك. هاي بعيد، فيش بريك بيكمل، فيش بريك بيكمل. ماشي الحال؟ طيب هل يمكن هيك السؤال بقول وضع اكثر من كيس لنفس الستيتمنت؟ والجواب نعم. هل وضع اكثر من كيس او ربط اكثر من كيس لنفس الستيتمنت؟ نعم. ما عليك الا تكتبهم كيس 1 كيس 2 كيس 3 سي اوت هلو وبريك. معناها اذا الانبوت واحد او اثنين او ثلاث يطبع هلو واطلع. اذا يمكن ربط اكثر من كيس لنفس الستيتمنت. هي ورا بعض. ان هيك ما بقدر اقول لك كيس 1 فاصلة 2 فاصلة 3 هذا شمال الشغل. هذا غلط برمجيا، ما في عندي فاصلة بين الكونستنت. شو لازم تعملهم؟ او هيك. برضه صح، فيش مشكلة. هاي نفسها هاي. بس بالطريقة هاي غلط. هل يمكن أحط رينج في الكيس؟ يعني
كيس من 20 ل 80 اعمل كذا، لا فيش عندي، لا يمكن في السي بلس بلس، لا يمكن بناء رينج. يعني بقدرش اقول له من كيس 50 ل 80 اعمل كذا، فيش شيء هيك. او من كيس 50 تو 70 اعمل كذا، فيش عندي هيك. او من كيس اللي اقل اكس اقل او تساوي 60 اعمل كذا، فيش عندي. ما في عندي عمل رينج في الكيس، ما في عندي. هو رقم واحد، رقم كيس ثالث. ان شاء الله في البي بي العام القادم كله هذا مسموح، كله هذا بصير شغال 100%. في السي بلس بلس ممنوع، ما في عندي، ما في طريقه، ما في طريقه للسويتش الا الطريقه هاي. ناخذ مثال بسيط نوضح هاي الفكره. ناخذ مثال بسيط على الكيس من الصفر، وليكن يعني مثال لتوضيح الفكرة بس. example include IO stream using namespace std و end main يعني نقول له الرقم مثلا even ولا يدخل رقم وقلنا even ولا odd مثلا يعني هي انت مثلا نعم مثلا سيبين مثال I see out enter a number I see in لنم I switch لنم I have a switch هذا brace that switch اجباري لها open لها close هيدا اختلت رقم هيو نم مثل السين هيو على سويتش رقم ثابت هاي كيس واحد هيدا الرقم يدخلته واحد سي اوت اود وهي بريك عشان مالكش اثنين ورا بعض لو كان هالسطر واحد مش مشكلة مالكش دخل هاي نقطتين سكرت هي فاصلة منفوطة وهي فاصلة منفوطة طيب كيس اثنين see out هاي even وهاي break see out ثلاثة كيس ثلاثة see out ايش ثلاثة odd وهاي break كيس أربعة see out even وهاي break مثلا يعني هاي انا ايش والديفولت مثلا شو نقول الديفولت مثلا مثلا invalid input مثلا invalid input هاي break هاي تسكيرة السويتش وهاي return zero وهاي تسكيرة البرنامج دخل رقم دخلت واحد هاي واحد واحد تطبع اول وبطلع بريك او نفذ البرنامج دخلت اثنين تطبع ايفن وبريك تطلع من السويتش او نفذ البرنامج دخلت ثلاث تطبع اول وبريك تطلع من السويتش نفذ البرنامج دخلت اربع تطبع ايفن وبريك دخلت خمسه فيش خمسه وين بدي يجي على الديفولت انفاليد انبوت وبطلع من السويتش وهكذا هذا بس برنامج يوضح لنا كيف بتشتغل السويتش. طبعا نحل السويتش. نحن بالدفتر. نقعد نشاهد البرنامج. نقول له فاين نيو نريد منه واحد شغال بس نقول الطالب. هي الطالب الرئيسي. يلا ماشي. الحين بنشغله نيو سورس كلوز ايوه اعطيني الكيبل دقيقه
السؤال بدنا نحله اللي هو السؤال هذا اللي بتذكرينه من 90 الى 100 في من 80 الى 89 بي من 70 الى 79 سي من 60 الى 69 دي اقل من 4 اقل من 60 حلو هالجهتين دخل ايه وقول لك انت بين ايش وايش علامتك ونحله بالعكس دخل علامتك وقول لك شو مستواك نبلش من الاول يعني دخل الكار فانا نقول له كار نقول له كاركتر مثلا الكريت هذا من عندي الكريت سي اوت بالعكس من عندي انتر يور الكريت نعمله سي ان عشان تخلوه تحطونا اياه على الفيسبوك الكريت وهي سويتش الكريت اوكي اذا داخل جريد اللي هي A B C D وقول لي قديش علامتك هاي كيس اذا دخلت لي A C out نكتبها نكتب هاي C out نقول له ايش your score is between قديش 90 and 100 هاي بس لي هون شو بقول له هنا؟ بريك ايوه حق هذا ايش؟ كاركتر كونستانت ضبطين اي سي اوت عمل كذا وكذا وبريك طيب شو كمان عندنا؟ انزل كيس ايش؟ بي بين قديش وقديش؟ بين 80 89 شو كمان سي بين 70 79 شو كمان الدي بين 60 69 وشو كمان اف ليس ذان 60 ليس ذان 60 ديفولت بلاحظ هلا بدي ما قسم ديفولت بقول لك ان فاليد انبوت سير ما بصيرش نجرب هذه نشوف شو نحكي عنها، خلينا نشوف سكيور كومبايل بتأكد بش اخطاء هنا بشيل سيف اوكي شو عندنا؟ انكلود في سلم ده سلم اي كومبايل شو هي مش معروف حيران هاي ايه your score is between 90 and 100 شايفين وهي انتر وين رجع البرنامج هاي كمان مرة execute حيران
هاي بي 889 رجع البرنامج اللي هي ايش؟ بريك. هاي ران. هاي دي 6069 هاي رجع البرنامج. هاي ران. هاي 55 الفاليد انبوت. الفاليد انبوت اللي هي الديفولت ولا واحدة من عندي حطيت. اه شو؟ خروج من البرنامج. اه خروج من البرنامج بس يرجع البرنامج زي بسكيرت زيرو وين بترجعني البرنامج على صفحة الكومبايلر تبع السي بلس بلس مش خروج نهائي من البرنامج خلص بكيس واحد بتكمل حالي يعني نعمل العكس تعطيني علامتك وقول لك شو مستواك لا ايوه شو الحين ممتاز هذا مفكر فيها بدي اجي اقول له دخل لي علامتك 97.5 بدي اقول لي كيز ال100 وكيز ال99 وال98 و97 و96 و95 و94 و93 و92 و91 وكيز ال90 هذول شو لازم يعطيني يعني 10 كيز اذا انتجر وعشرة كيز للثمانين بي وعشرة كيز للسبعين سي وعشرة كيز للستين يعني 40 كيز في 40 كيز أعمل وفيش بطل بطل في معنى للبرنامج وأنا أكتب كيز 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 بطل في معنى للبرنامج شو الحل؟ فيش عندي فيش نحط إف كيز كيز وان مثلا إف بس ثاني شو استفدنا إذا نحط كيز مع إف؟ فيش فيش للطريقة هاي يعني بديش اشتغل بحالك وانا فيش للطريقة هاي مش قاعد بقول لك فكر لا لازم تكتبها الكتابة كيس الواحد والاثنين والثلاث والاربعة زي ما بين النقطتين فيش الا هيك الطريقة الأولى إنه أنا بدي أقول ماشي الأستاذ حكى لنا هيك مش عندي مشكلة هاي إمتى هاي سؤال بعدي نسمي اسم ثاني ولا طيب إنت سكور إنت سكور إنتريور سكور وهي سكور هاي سكور اللي هو رقم انتجر شو اقول له انا كيس المية 90 اقول له المية والتسعة وتسعين والثمانية وتسعين ما في مشكلة دقيقة شوية والسبعة وتسعين توصل بس والستة وتسعين والخمسة وتسعين والأربعة وتسعين وما اللي بشرة كل واحد يعمل لها هي لو مثلا نص شو النص نص مثلا رقم في نص هو بروح انتشر لو دخلت 97.5 ولا بطلع على مصدر انتشر انا عارف انا عارف وين من البداية شوف قديش تاخذ مني وقت طب هل ممكن العب شغله هيك ابسط المسألة كثير؟ خليهم كلهم ثلاث اربع كيسز بنفس المفهوم وبنفس السويتش هل ممكن اعمل طريقة ثانية خلينا نمسح هذا هيك شو بدي اعمل طلع بدي اعمل شغلة بسيطة بس بدي اعمل شغلة بسيطة بس شو بدي اعمل 99/10 انتجر تقسيم انتجر انتجر حسبسيات برمجة 98/10 97/10 96.5/10 65/10 94/10 91/10 إذا أي رقم في 90 بقسمه على 10 جوابه قديش؟ 9 أي رقم في 8/10 جوابه؟ 8 إذا أنا قديش خففت حالي إيه؟ بروح بقول له كيس 9 شو عمل لي يا سي اوت
Your grade is A. Break. هاي كيس إذا من الآية طبعا كلها. وبعدين كيس الثمانية شو ما نقول له B. وكيس السبعة شو ما نقول له C. وكيس الستة D. شو ضل ديفولت انفعلت امتى؟ يعني فيش علامات اقل من 60 في الجامعة، ليست علامة جامعية، فيش علامة 40 و30 و50 و14، فيش علامة. طيب هات نشوف نفذ هيكسكيوت كومبايل اكسكيوت بس اتاكد انه حلها صح. انت يور سكور هي 99 هي 8 هي ران هي 77 هي سي هاي 50 فيش علامة 50 انفاليد انبوتس. إذا أنا خففت عن حالي قديش كثير ولا لا؟ صح ولا لا؟ بالفكرة بسيطة إنه في البرمجة في حصول أسئلة برمجة انتجر تقسيم انتجر انتجر ولما أقسم إشي على 10 بياخذ إيش؟ العشرات منه. فأي رقم في 90 دخلت لي بعطيني 9 وفيش عندنا علامة 100 على فقط في الجامعة مش علامة 100 وفيش علامة أقل من 60. شو عملية؟ فيش مشكلة بس شو النتيجة كمان؟ الإكسبريشن كمان مرة كويس سؤال. أنا هان شو قلت لك؟ ما كتبتش انتجر، شو كتبت في الجنرال فورم؟ انتجر إكسبريشن يعني معادلة رقم في النهاية بدي صفي عندي إيش؟ شيء ثابت. إن شاء الله X ضرب Y تقسيم 7 زائد 6 ضرب 12 تقسيم 3 بقسمته على 2 في النهاية جواب شو بده يطلع؟ أو كاركتر كونستانت ثابت. جوال سويتش. صفحة 250 صفحة اكزامبل محمود طبعا بقدر انا اعمل عشان اتذكركم بس هيك سؤال سريع الايفن والاود يعني هاي نام وهاي نام رقم وهاي نام واقول زوجي ولا فردي هاي نام شو اقول له هان طلع هيك بدي اقول له اذا الرقم اللي دخلته واحد او ثلاث من واحد لعشرة او خمسة ترى كيف اقول او قاعد او سبعة او تسعة نقطتين سي اوت اوت بري كيس اثنين او كيس اربعة نقطتين او كيس ستة نقطتين او كيس ثمانية نقطتين او كيس عشرة نقطتين شو نقول له؟ شايفين كيف عملت الاو؟ ايش الطريقة اللي هاي؟ ايفن بريك والديفولت انفاليد انبوتس نقدر قبل ما ندخل السويتش كلها نحسب قديش باقي القسمة ونقول مثلا اذا القسمة مثلا صفر فبكون زوجي اذا باقي القسمة هو واحد ويعني حالة تانية كيف؟ يعني هلا مثلا بنحط فوق قبل جوا السويتش لا قبل السويتش قبل السويتش نحسب الباقي شو حط قبل السويتش؟ مثلا بنسمي متغير جديد مثلا وبنحسب النام على باقي القسمة على اثنين شو انا ودي الجواب؟ ايفن اذا واحد بيعطيني شو جوا السويتش اكتب؟ وصفر واحد يعني كم كيس صفى جوا السويتش؟ اثنين لكل الارقام يعني رقم ان شاء الله مليون تحط لي يعني عملت اف قبل السويتش بس لا ما حطيناش اف حطينا متغير مثلا نسمي متغير بي بيساوي النام اثنين سويتش بي سويتش بي اذا بيساوي صفر ايفن بيساوي واحد اود طب اذا بعد القسمه سبعه هلا يمكن نسوي او بنسويها مثلا انه كيس صفر زوجي والديفولت اود القسمه تاع اثنين طب
بده يطلع واحد تقريبا 57 بس على احنا لو نحط مثلا كيس زيرو هو واحد قلت لك واحد يعني يا دي يطلع اذا باخذ قسمه يا صفر يا واحد لانه انتجر يعني مش راح يطلع متغيرات جديده صح لك حل صحيح بس انا شو بدي قاعد اقول له يعني كم كيس صفى عندي كيسين هون من اثنين بالضبط صفى عندي 2 كيسز فهو شو بسوي يعني اعمل شويه عمليات قبل السويتش اعمل قبل عمليات قبل السويتش ما تخطرش على بال كل حدا انه يبلش يعمل جاهز قبل السويتش ودي على السويتش النتيجه مثلا دخلنا 11 مش راح يعطينا شيء اه من 0 ل 10 يا ابو من 0 ل 10 قصدي هذه الحاله صحيحه تطبق انه مثلا اقصد النمبر 2 اه وبالجواب فيش مشكله يعني لو قلت له نعم لا لا باخذ اسم التعثنين فيش مشكله صح يطلع رقم صحيح فيش مشكله يعني هذا الشكل هذا مش فيه ايرور ما في مشكله طيب 250 سؤال 26 ستيت سؤال بقول ستيت وذر ذا فولوينج ار فاليد اور نوت فاليد ويتش ستيتمنت خلينا نقرا الكتاب برضه انا عندي وين بحكي على كتاب رقم الصفحه ورقم السؤال مش حافظه انا انا بحكي على كتابي في التصوير اللي على الحمله قلت لكم اشتروا الطبعة السادسه والكتاب هاي 250 26 اللي معاه النسخه القديمه رقم الصفحه والسؤال مش حافظها السؤال هو الستيت وذر فلوينج ار فاليد سويتش ستيتمنت دقيقة هاي ستيت وذر فلوينج ار فاليد سويتش ستيتمنت وإذا نوت بين ليش يعتبر ام الديجيت ايش؟ طلع السويتش الأولى سويتش هنكبرها هاي ايش رأيكم في هاي؟ بارد ولا ايه بارد؟ ليش؟ مش انتجر مش انتجر شو كمان فيه حدا قال مش محدد مش محدد مش ايش؟ مش محدد يعني بس من اعتبر انه ديجيت معروفات اعتبر انها معرفه جاهزه جاي لك السؤال طيب اسمعوه انه معرفات وجاهزات ومعطيه قيمهم ما بقول لك اعتبر انه معطيك وجاهز في قبل السؤال انه مدخل لك اياه وكل شيء يعني مش لازم نعطينا الا الضرب او التساوي مش التساوي وين المشكله لازم جواب وين المشكله لازم نشرح خيارات ليش ما نفش خيارات متعدده انه جوا السويتش الاستاذ قال جوا السويتش يا انتجر كونستانت يا كاركتر كونستانت هذا ريليشنال اوبريتر نتيجه تبول يعني يا ترو يا فولز وهذا ليس مدخل سهل على السويتش وخلص هذا ريليشنال اوبريتر السويتش جواتها قلنا يا انتجر ثابت يا كاركتر ثابت غير ما نزبطش هيك مبنية السويتش هيك مبنية يعني أعطيك مثال لو فرضا انه صح هذا ان اقل تساوي اثنين دائما جوابها يا ترو مستحيل يعني مهما كانت قيمة ان يا ترو يا فولز والله متى بدي يصل الحالة هاي هاي حالة متى بدي يصلها ليش حاط لي اياها كيف اثنين متى رح يصلها الها معنى إذا أنت بتبرمج بطريقة غلط على فرض صح الجواب يا صفر يا واحد طب وهاش ليش حاط فيها الاثنين شو هدفك منها أصغر أو تساوي ليس لها وجود صح ولا لا ليس لها معنى في البرنامج لن يصل إليها مهما كانت قيمة إن وبالتالي مدام الحالة هاي موجودة إذا بنقول له إن ثالث غير صحيح لأن الإكسبريشن اللي داخل السويتش ليس كونستانت انتجر أو كاركتر نشوف الثاني ليش؟ لأنه في الأول هي حط فاصل. إذا وجود الفاصلة غلط، فيش فاصلة بين الكيسز. لا يوجد فواصل بين الكيسز، هي أول غلط كمان. كمان غلط. فيش ديفولت. لا، أنا قلت ديفولت إجبارية. شو قلنا الديفولت؟ أيوه.
كمان غلط. ايش؟ فيش بريك في فاصل الشرط. قلنا البريك احنا شو مالها؟ تكرار الكيس. ايوه تكرار الكيس سنتكس ايرور. تكرار الكيس سنتكس ايرور. هاي كيس 1 مكتوبه فوق، هاي عم كذبها تحت. لوجود الفاصله خطا وتكرار الكيس برضه خطا. اه بس بدون تكرار، تكرار الكيس مالتيبل اوكيرنس اوف ذا كيس السنتكس ايرور، يعني وجود الكيس اكثر من مره ايرور. ماشي كمل شوف فايد. ليش؟ نفس الحاله الاولى. ليش شو مشكله؟ اول شيء ان بقي قسمتها على 6 في لغه البرمجه، قلنا باقي القسم هي العمليه الوحيده على الرسمه. ليش؟ ليش؟ لازم فجوابها دائما اذا هذا 100% جوا السويتش صح. اللي جوا السويتش شغلت ان باقي قسمتها على 6 100% صح. نشوف لانه قايل لي ان انتجر في السؤال، قايل لك ان لو قايل لك ان مش انتجر بقول له في ايرور، بس ما دام قايل ان انتجر 100% جواب انتجر. طيب كيس 1 او كيس 2 او كيس 3 او كيس 4 او كيس 5 اطبع قيمه ان واطلع. كيس 0 اند لاين واطلع، وين الايرور؟ كيس 0 السي اوت شو مالها؟ صفر على شو مالها كيس 0؟ احنا قلنا له اطبع وما طبعش. شو صفر على 6؟ وين الصفر؟ ليش صفر على 6؟ يعني هذا الكيس الجواب تبعها ان يعني مدخل من البرنامج. مش فيها ولا خطا، سويتش شغال 100% مش فيها خطا. مش فيها اي خطا. اللي بعديها ان باخذ قسمتها على 10 وان انتجر من الجواب انتجر 2 4 6 8 ايفن بريك 1 3 5 7 اول بريك. مش فاهم مش ديفولت، ما احنا قلنا اختياريه. ايش بريك قلنا اختياريه، بس اضطر تقول لي مش لازم لازم لا. طيب 27 27 يعتبر السكور انتجر. طيب شو بده؟ شو الاوتبوت؟ كويس، إذا كان المدخلات نشوف مع بعض. إذا كان الانبوت شو طالب؟ إذا كان الانبوت 12. إذا كان الانبوت 12. هات نشوف يلا 12. 12 باقي قسمته على 7. 5. قديش؟ 5. أكيد؟ 12 باقي قسمته على 7. 5. لا. واحد بروح اسمه 5. إذا على أي كيس بده يروح؟ خلخال كيس 5. هاي كيس 5 أو كيس 6 السكور بيساوي السكور باقي قسمتها على 3. 12 باقي قسمتها على 3 0 4 12 باقي قسمتها على 3 0. وشو عندي هنا؟ بريك. بريك سي أوت للسكور، قديش بيطلع السكور؟ 0. إذا لما يكون 12 شو الأوتبوت؟ 0 0. هات نشوف 4 يلا. أربعة باقي قسمتها على 7. أربعة. أربعة لما يكون رقم نسبي قلنا نحط رقم نسبي. أربعة. يلا كيس الأربعة شو يعمل؟ بطبع نفس بريك. بريك. شو بطبع السكور؟ أربعة. أربعة. لما داخل أربعة بطلع من السويتش بطبع أربعة. لأنه هاي الجملة للبرنامج تابعة. ثلاث. ثلاث باقي قسمتها على 7. ثلاث. كيس واحد أو كيس ثلاث. هاي السكور. ثلاث ضرب ثلاث. 9 9 زائد 1 10. شو بطبع السكور؟ 10. 25 25 باقي قسمتها على 7. 4 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 بريك وطبع السكور 25 صح؟ مش 4 كيس 4 كيس 4 السكور 25. السؤال اللي بعديه نفس الشيء، شوف شو السؤال اللي بعديه بده. يلا اذا كان الانبوت 3 هات نشوف. اذا كان الانبوت 3 3 باقي قسمتها على 8 3. يلا كيس الثلاث هيا او كيس السبعه. ممتاز. يلا شو بده؟ كيس الثلاثة أو كيس السبعة. static underscore cost
انتجر سكوير بيتا ضرب اللي هي ايش الثلاث. قديش قيمة بيتا؟ ثلاث. شايفينها؟ ثلاث. ثلاث ضرب واحد. ثلاث. الجذر التربيعي للثلاث. شوف ايش الجذر التربيعي. الجذر التربيعي للثلاث. واحد. خمسة. بوينت. ثلاث. واحد بوينت ثلاث. حوله انتجر. واحد. واحد. واحد تقسيم ثلاث. صفر. صفر. واحد تقسيم ثلاث صفر. بريك اطلع واطبع قديش بطبعها انا صفر. مش فاهم هاي هاي. ثلاث هاي ثلاث. ضارب واحد هيك اطبع هاي واحد موين كين ثلاث ثلاث ثلاث. سكوير روت يعني جذر التربيع لها. ثلاث. جذر التربيع لها بطلع واحد موين ثلاث ثلاث. اللي هو الجواب. حولية انتجار طلع واحد. تقسيم ثلاث صفر. هاي اضرب في واحد جذر التربيعي حولها انتجر استاتيك اندرسكور كاست بعدين اقسمها على ثلاث انتجر تقسيم انتجر انتجر واحد تقسيم ثلاث صفر. طيب لو كان الانبوت ايش 12 12 باقي قسمته على 8 4 هات نشوف كيز الأربعة شو بيساوي 12 ضرب 12 اي 144 طيب 15 15 باقي قسمته على 8 سبعة. سبعة. كيز السبعة. هيا. يلا 15 زائد واحد. 16. الجذر التربيعي ل 16. 4.0. حولها لانتجر. 4. 4 تقسيم 3. واحد. طيب. 28. 28 بقى قسمتها على 8. 4. 4. 4. 8 زائد 28. طلع الجواب. كثير. السؤال بعدي نفس الشيء. شوف مني حلنا يا على الفيسبوك. السؤال بعدي 30 find the error. صلح الايرور وشغل. هات بس نمشي مشي بسيط. include شو بدها يلا ها. سيلا. iOS 3 using namespace. spd مش موجودة. int main. int num1 فاصلة num2 وبول فان. طيب cout. enter to integer. double quotation مش موجودات. سي ان نام واحد ونام اثنين سي اوت اند لاين ماشي اف نام واحد اكبر نام اثنين اند اند في اقواس لهاي نام اثنين اكبر من صفر وفي اقواس للاف كمان سويتش نام واحد نام في عندي نام واحد هذه مش نام نام واحد بقى قسمتها على نام اثنين كيس واحد نغطيها راسيات فاهم تساوي كذا بريك كيس اثنين او كيس ثلاث نغطيها راسيات بريك والديفولت ايلس فاوند اف بدي اقواس دائريه اف بدي اقواس دائريه وبعد ما شغل البرنامج بقول لك لما يكون الانبوت كذا شو الاوتبوت هذا البرمجه هذا البرنامج لازم ينتحر بعده كله تصميم يعني اخطاء عامه حاطين لك اياها كله اخطاء عامه عشان نشوف شو الاوتبوت وشو الانبوت What's the output of the following program? That's the output. Switch. Thank you.
هاي السؤال. What is the output of the following program? يلا شوية شيل حدا. اطلع. علمني اياها. يطلع. كله على اللو. صح مش صح؟ صح مش صح؟ ليش؟ تحكي عن صوتك لما تقصة هاي ليش هاي الاكس؟ خلص 98 طيب واي 97 لا ناقص واي تساوي ناقص 2 ناقص 2 هاي 65 صح؟ استاذ 67 سيبها 31 هاي كلام كانوا بريك 31 هاي كيس 31 تطبع اي بريك صح ولا لا انا بس شهرين ايوه بدنا نعمل سيمبل كالكوليتر
استخدام السويتش. سيمبل كالكوليتر. لكن سويناها بالاف الز. انتر ذا اوبريشن. هاي سويناها بالاف الز اذا متذكرين. انتر تو نمبرز. تو انتجر نمبرز. نم واحد. نم اثنين. عرفهم يغيروا. اند لاين. اند لاين. هاي الاوبريشن. طيب يلا كيس. زائد منه. من سنة الزائد. بس زائد يا سي اوت او ان يعني اشتغل الشغل ارتب. اشتغل الشغل ارتب. سام او انت ريزلت. اشتغل الشغل ارتب. انت كيف السؤال اللي حلينا قبل شوي ريزلت سي اوت او ريزلت بتساوي نم واحد زائد نم اثنين. سي اوت وين السي اوت هاي هنا؟ شغل الصح عشان اخفف كمية الجمل اللي بكتبها. سي اوت هيك البرمجة 100% انت بتشتغل قاعد بروفيشنال. هاي بيطلع بس ما طلعناش الريزلت كريزلت. نطلع بريك ولما قبل ما يطلع من البرنامج شو بطبع؟ بس ما طبعناش قيمة الريزلت. قيمة الريزلت تقييمة. ريزلت صحيح. هذه الجملة عشان ما كررهاش خف علي سرعة كمية الكلمات اكتبها. يلا كيس الطرح نم واحد ناقص نم اثنين. ضرب نم واحد ضرب نم اثنين. شو كمان قسمة نم واحد باقي القسم. باقي القسمة واحد. شو كمان ضل عمليات؟ هذا السم. والديفولت انبالد انبولت. ننفذ بس خلينا نتأكد انه فيش مشاكل. حيران. انتر ذا اوبريشن هي الزائد. انتر تو نمبر هي 10 20. قديش الجواب؟ 30. هنكتبها هيك عشان تشوفوها. result equal result is equal هيك احسن. سير شو اللي طلع لنا شيء مقروء بس. هذا هي compare هي run هي operation زائد هي 10 و20 the result is 30 هي enter هاي ران هاي باقي القسمة هاي 15 وهي 4 3 هاي انت هاي ران دخلت مثلا اتش انت تو نمبر 10 و 14 انفاليد انبوت وريزلت زيرو. انفاليد انبوت وريزلت زيرو. استاذ نعمل بنفع نعمل السي ان جوا السويتش يعني اذا اعطونا انفاليد يقول على السريع انه انفاليد. ليش يقول له اعطيني النمر الاول والثاني اذا هو انفاليد اصلا؟ بصير فيش مشكله. خل جوا الكيس جوا الكيس انا كيس 1 شو بدك تسوي؟ كيس 1 يحسب مساحه الدائره يحسب مساحه مربع مثلث. جوا الكيس خلص تعمل برنامج كامل بصير. جوا الكيس برنامج كامل. يعني بنفع نعمل هذا الاصل طبعا لسه لما ناخذ الفانكشن جوا كيس اختيران كامل يعني برنامج كامل جوا كل كيس. كيس واحد روح كذا واستدعي كذا واجمع واضرب واقسم واستجيب جمل واطبع سي اوت ورجع شغل كامل جوا الكيس. بس كيس واحد اللي بدي اكتب. اذا فيش بريك بضلوا نكمل عليه فالبريك هي اللي تطلعوا. نجمل قبل ما نجمل حدا في سؤال مش فاهم شيء احيت فكره ملاحظه جمله حدا مش فاهم يا جماعه في السويتش
إذن هي بديل آخر، بديل آخر لمين؟ للإف. إذن إذا بعطيك إف إلس وبقول لك حولها لسويتش، هذا آخر شيء خلص. قلنا بعرفش لا وقلنا هيك مثلا اف مثلا انت اكس سين للاكس مثلا اف اكس اقل او تساوي 10 مثلا سي اوت مثلا اي اف اف اكس equal equal سالب 12 c out b else if x equal equal 100 c out c else c out no. هاي مثلا عبارة عن if else أظن قلت تحولها لسويتش صح ولا لا؟ شو اللي input عندي؟ x أقول int x cn lx switch lx طيب هاي يعني مش عارف كيف أسويها. طيب هاي هذه x عاد 100 هاي كيز عادي المهم كيز المية مبطين c out c صح؟ وبريك هاي خلصت هاي تعال هاي 12 هاي كيس سالب 12 نقطتين سي او ايش بي وبريك شرط الترتيب هاي خلصت كمان هاي ممتاز والديفولت بحطها هاي ماشي ثلاث عندي يعني هاي لحطي كمان ديفولت كمان بالاخر هاي ديفولت نقطتين سي اوت نو وبريك وخلصنا نيجي لهاي كيف نسويها اكس اقل تساوي 10 كنت تشمل السالب كمان شو ايوه بتسالني شو قيمه شو الرينج تبع اكس لازم تقول لي شو الرينج تبع اكس اذا اكس من 0 الى 10 عشان اكتب ايش كيس صير الصفر كيس الواحد كيس الاثنين ثلاثة اربعة خمسة او العشرة شو يطلع؟ لازم تقول لي هلا السالب والا اذا خليتها مفتوحه سالب انفينيتي صار بعرفش فيش عندي رينج في الكيس صح؟ يعني بتصير لازم تقول لي اكس شو الرينج تبعها؟ فباجي بقول كيس 0 كيس 1 كيس 2 كيس 3 كيس 4 كيس 5 كيس 10 لل 10 هيك انا حولت الاف لسويتش او العكس يعني اخر واحد فيش لسويتش ايش؟ اخر واحد فيش لسويتش اللي هي الاف اكس هيها بقول لك ده حدد الرينج تبع اكس من وين لوين؟ هو اذا كانش بعرفش انا لا تحول ما بقدرش احولها ما بقدر طيب هذا السؤال اف اكس اقل اشيكس اف اكس ايكوال 50 سي اوت الس اف واي ايكوال 40 سي اوت الس اف زد ايكوال 70 سي اوت الس سي اوت مين حولها لسويتش؟ طيب مين حول هاي لسويتش؟ هاي بدها طلع سويتش قديش احكي ايوه ثلاثة ليش بدها ثلاث متغيرات؟ ثلاث متغيرات عرفت بنصف واحدة بدنا نحط 50 و 40 وين تحطها؟ السويتش لا تستقبل الا قيمه واحده في الوقت الواحد السويتش لا تستقبل الا قيمه واحده في الوقت الواحد شو بها قال كم سويتش بدي ثلاث سويتش جوا بعض بدي ثلاث سويتش جوا بعض وبالتالي هاي الاف شو تحول شو اللي اختلف عندي
الانبوت. طلع في الانبوت السويتش بتدخل لي انبوت اكس واي زد وعلى اساسه بشتغل. دخل لي اكس واي زد واي متغير رقم وعلى اساسه بشتغل. اما اذا بتدخل لي اكس واي وزد ومره اكس قيمه مره زد قيمه بطلت السويتش. ايوه